الكلام واضح خالص اهو. الكلام واضح خالص. يا عندي يا رب. ومعايا تصوير يا باشا وهو بيجي بالسكينة بعد ما طلع. عايز يبدأ التصوير برضه. معايا تصوير وهو بيجي بالسكينة بعد ما طلع من عندها. قلبنا انحرق على بنتنا وجوزنا نشف اسم البركة. ايه طلباتك؟ العدالة. العدالة ما انقتل يقتل. ولا كنت في القصاص حياته دي اقول الالباب. في حاجة يا باشا في حاجة كمان. ولا كنت في القصاص حياته. عندها طفلة بترضع. الطفله دي موقفها خدها من خدها من حضن بنتها وقتلها. ايوه عليك اللي وامه شريكه في الجريمه. ما صابتش عليك وامه متهمه في الجريمه. الطفله اللي عندها 4 شهور ابوها جاي يتهمها في الجريمه. اتهمت على يد ده. اقسم بالله قال لها خد يا بنتي. يابا مش راضي. يابا انت سامبك ايه؟ قال لها معلش يا بنت وعيش. خدي هاتي علبه لبن. رحت انا وهي جبنا لبن للبيت. يجيب بنباز يتعارك يجيب لبن يتعارك. طب سيبها يا ابني. كنت سيبها تربي بنتها يا ابني. كنت سيبها تشغل مولود ما واخواتها. ابتدت الخلافات بعلبة لبن. حتى لبن ماشي بنبوس ماشي حليب ماشي على طول في مشاكل. السن فرق السن ما بين منا حوالي 15 سنة. ده عنده هو عنده كام 35؟ مش عارف والله. 8 حوالي 35 8 هي عندها 19 سنة. عرفته منين؟ أو يعني اتقدم البيت هل جيرة؟ نظام جيرة كده. وكانت هي أختي بتروح عند واحدة صاحبتها وهو عرفها هنا وتقدم لها مرة واثنين ورفضوا. وأقسم برب العزة يا ناس ما كان مخلوق موافق عليه. ولا خالتي وخالها التاني جرحة نطبع عليه. أمها قالت لها يا مني يا مني أنا يا بنتي لو اتجوزتي إحنا هنطبع عليك يا بنتي. قالت لها بحبه ياما وهاخده ياما. الناس كلها قالوا لها قالت انا هاخده عايزاه. اخوها ما حضرش الشبكه. اخوها الكبير فضل يعيط ومش عايز احضر الشبكه. ما حضرش الشبكه غير العصر واحنا كلنا بنطبطب عليه ونقول له معلش يا ابني عشان خاطر اختك تعيش يا ابني زي بعضه. هي اللي اختارت يا محمد. هي اللي اختارت. اختيارها كان اسود. كان اختيار اسود. كان حاوي اقسم بالله. كان حاوي النصيب هو قدرها كده. حاوي ويلف يلف كده ويدلعك لدعه. انت بتطبطب علينا وتروح تفسحها وتقول لها هوديك اسكندريه وانت ناويها على الغد. يا هو كان هياخد اسكندريه كده لك عندنا مصيبه هناك. انا كنت ماجر الشقه هناك. انا كنت ماجر الشقه وكان عايز الشقه هناك. كان هيجيب لي مصيبه هنا. كان عايز يقتلها هناك في الشقه. أنا والله انا كنت في مصيف هناك يوم الاثنين والثلاث والاربع. كنت في مصيف الاثنين والثلاث والاربع. انا هم ايوه خميس الجمعه على اي خميس الجمعه. يعني لو فرح كان هيقتلها هناك. كان هيجيب لي مصيبه انا هناك. اخر ما اجر السكه دي في طرفهم. يبقى في رقفه بينه وبينها. يعني هو كده كده لو كان راح اسكندريه في الشقه كان هيقتلها. يعني كان حتى البحر كان غرقها في البحر. المهم كان هو في نيه تانيه. ايه سبب تطور المشاده الكلاميه امبارح ما بين المتهم والمجني عليه؟ حضرتك انا معايا تصوير اهوت وهو بيجي. يعني ايه اللي هو جاي بيصالحها؟ المفروض هتقوم معاه او تقعد وما تروحش. هي قالت له انا قلبي مش مرتاح من ناحيتك. انا عايزه اطلب. انا بصراحه مهما انا قلبي شال من ناحيتك. ما قلتش ازاي هقول ازاي. كلمتني بالليل كلمتني بالليل وقلت له وحشتيني وبحبك وحلو واتكلم معاها. فقال لها الاول كلام مستفز وزعج معاها. بدا قفل السكه ورجع رن عليها تاني. رن عليك قال لك يا من ايه؟ قال لك يا كبد خالتي. قال لها ايه؟ قال لها يا مني وجحها في الكلام. قلت مش عايزه اكل بيك وعليك وتخلجت زي ما هو خلاكها وزهقها. عمل ايه؟ راح قابل معاها بعد التسجيل لخالها. وبعد التسجيل لاخوها. بعد التسجيل لصباح بنت خالته اللي هو بيهددها اللي هو بعت لها التسجيل. ازاي انت لسه قافل معاها وقال لها بحبك وحشتيني؟ وازاي لسه قافل معاها ومسجل لها؟ كانت ده اناني يا خالتي. ازاي قافل معايا؟ والله طلبتها مسجل لي ويبعت التسجيل. مش حاسه بالامان معاها. مش حاسه. قالت انا حاسه. الواد ده من التاني. كان في تشاور واحد جه صدق. ايه ده كلام يا بنتي؟ ده هواش. انت صدقيه. ما حدش يصدق يا بنتي. لا يا عمر ما يقتلك يا بنتي. كانت تستاهل كده.